بأن الميليشيا لديها يعني عمل ممنهج لهمس الهوية الوطنية، لهمس التراث اليمني، ربما متورطون بعصابات كبيرة جدا في تسريب الآثار وطمس الآثار، وربما خير شاهد العمليات التي تقصف بها ربما آثار لها تاريخ طويل ولا تأبه لهذه الآثار. لماذا تعمد الميليشيا على طمس الهوية الوطنية بالدرجة الأولى؟ لأنها تسعى إلى خلق جماعات تابعة، إلى خلق نظام قطيعي، إذ لا تاريخ سوى هذا التاريخ. مع الأسف الشديد الدويلات التي تداولت على اليمن وبالذات دويلات الأئمة كانت تعمل على طمس حتى أسماء من كتبوا من بنو مساجد، كانت حتى عملية الترميم والتوسيع تعمل على طمس أسماء هؤلاء، وأيضا تغيير في بعض المعالم والملامح. مثلا ما شاهدت أنا في تعز أثناء الفترة من عام 2011 وما تلاها، كانت تقصف المدينة في الفترة الماضية من معسكر خالد بن الوليد، وهي كجزء من الرمزية التاريخية يجري تشويه هذا الرمز في التاريخ العربي الإسلامي، وأيضا كانت تقصف من منطقة الجند وهي لها دلالاتها باعتبار أن هذه المنطقة هي التي شهدت بناء أول مسجد من المساجد الإسلامية في تعز. أيضا استهدفت قلعة القاهرة بشكل شرس، وكان استهداف منظم لتاريخ الدولة الرسولية التي أنشأت هذه المدينة، إلى درجة أن بعض القذائف سقطت باتجاه جامع أو مدرسة الأشرفية نسبة إلى الأشرف الرسولي، وأيضا باتجاه جامع المظفر نسبة إلى الملك المظفر، ويجري استهداف منظم. هنالك حالة من الاستهداف التاريخي المنظم لهذه المناطق. أيضا تم التحصن في أكثر من مكان من القلاع والحصون في على قمم الجبال بهدف أن تتعرض إما للقصف والضرب. وكان الخطأ الكبير الذي ارتكبته الجمهورية منذ عام 62 وما تلاه أن تحولت كل هذه المناطق الجبلية إلى معسكرات وبالتالي دمرت. اليوم هنالك حالة نبش وحالة تدمير في المواقع الأثرية والمعالم الأثرية، هنالك حالة سطو، هنالك حالة بناء فوق هذه المناطق. أنا عبر القناة وجهت دعوة إلى الإخوة مدراء المديريات وإلى الوجهاء في كل المناطق، نقول لهم فقط كلمة واحدة: حاولوا، حافظوا على تاريخ آبائكم في هذه المنطقة، لا تصبحوا مجامع لا امتداد لها، ولا تصبحوا مجذوعين من تاريخكم وتجهلون تاريخ مناطقكم بشكل عام. حافظوا على كل أثر موجود في هذه المناطق، لأنه حالة إثبات وجود لكم أنتم أولا قبل أي شيء آخر، وهي أصول إنتاجية باعتبار أن قسم من السياحة يقوم على هذا الجانب، وبالتالي هي يمكن أن تتحول إلى عمل بالتأكيد، وهم من سيجنون بالدرجة الأولى.